مرحبا بكم في هذه النشرة والتي نقدمها من قناة سما الفضائية. في اجتماع رأسه الرئيس الأسد بمشاركة الفريق الوزاري المعني، طرح مجلس التعليم العالي رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة المقبلة 2023-2030، وتقوم هذه الرؤية على العناوين الرئيسية للتعليم العالي التي تنطلق من السياسات التعليمية، وضمنا سياسة الاستيعاب والخارطة التعليمية والتعليم التقني والتحول الرقمي والتعليم الجامعي الخاص والبحث العلمي. الرؤية التي جرى بحثها تضع تلك العناوين وفق واقعها الحالي وتحدياتها والتوجه المستقبلي نحوها ضمن منظور يحدد دور الجامعات في المجتمع والدولة، ويضع برامج العمل المرتبطة بالأولويات ضمن استراتيجية تنفيذية تحقق تلك الرؤية. وفي حديثه خلال الاجتماع أكد الرئيس الأسد أن الجامعات بصفتها أداة للتعليم والبحث العلمي هي إحدى أهم أعمدة المجتمع، كما هي أداة رئيسية في تطوره ونمائه، ترفع مستواه الفكري والمهني، وبالمقابل فإن المجتمع يرفع مستوى الجامعات. ولفت إلى أن مجتمعنا مهيئ للإنجاز العلمي، لكنه لم ينجح حتى الآن في استثمار الجامعة كأداة لتحقيق هذا الإنجاز، وتؤدي أجهزة الدولة ومؤسساتها في مختلف القطاعات دورا حيويا في تنفيذ رؤية التعليم العالي وما تحمله من برامج وخطط للوصول إلى المخرجات المطلوبة التي تحتاجها الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة. ليس جديدا أن يؤكد أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل أنهم متمسكون بأرضهم ويرفضون إقامة الاحتلال للتوربينات ولا يسمح له بالاستيلاء عليها وتهجيرهم قسرا منها. قوات الاحتلال حاصرت على مدار ساعات أبناء الجولان المحتل المحتشدين في منطقة الحفاير رفضا لإقامة توربينات هوائية على أراضيها، واعتدت عليهم واعتقلت عددا منهم، والذين رغم كل ذلك لم يتوانوا عن الدفاع عن أرضهم، نفذوا إضرابا رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية والإجرامية بحقهم وبحق أرضهم. لا يمثل احتلال العدو الإسرائيلي للجولان بعدا استراتيجيا جغرافيا فحسب بإطلالته على 4 دول عربية، بل يوجه هذا العدو نظره على مصادر الطاقة والمياه بعينه الأولى، وعينه الثانية تتركز على عمليات تنقيب النفط الذي تشير الدراسات إلى وجوده بكميات وفيرة في الجولان المحتل. للعدو عين ثالثة لم يكتفي باحتلال الأرض واستنزاف مواردها الجوفية، فمنذ العام 2013 يخطط لاستثمار الهواء. مشروع مراوح الجولان واحد من أخطر المشاريع وأخبثها، فهو يصور في ظاهره مشروعاً حيوياً إنتاجياً للطاقة النظيفة، ويخفي وراءه تسللاً لمشاريع الاستيطان عبر مصادرة الأراضي وإقامة منشآت حيوية إسرائيلية ومحاصرة السكان السوريين وتهجيرهم. لكن الاحتلال إلى زوال، وأهل الجولان هم أصحاب الأرض، فمنذ العام 2019 ينفذ أهالي الجولان السوري المحتل إضرابات عامة وشاملة للتصدي لمخطط التوربينات التوسعي الذي يهدد بالاستيلاء على أكثر من 6000 دونم من أراضيهم الزراعية الغنية ببساتين الكرز والتفاح التي رواها أهلها خلال عقود طويلة بعرقهم وقدموا التضحيات دفاعاً عنها. واليوم لا مساومة على الحقوق ولا تنازل عن أي ذرة تراب من أرض الجولان. يرتفع الصوت من جديد بتجمع المئات من أهالي الجولان المحتل احتجاجاً على إقامة الاحتلال الإسرائيلي مراوح الطاقة على أراضيهم. حشود كبيرة من الأهالي توجهت إلى مواقع عمل آليات شركة التوربينات بهدف التصدي للاحتلال بعدما قام الأخير باستخدام تعزيزات كبيرة ومقابلة المتظاهرين بقنابل الغاز وإغلاق مفترقات طرق تؤدي إلى الأراضي الزراعية لمنع وصول الأهالي إلى موقع العمل. وعقب إصابة العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجاتهم، أشادت وزارة الخارجية السورية بصمود السوريين القاطنين في الجولان وأكدت اعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف، كما أدانت اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين هناك. شهية العدو على التوسع في الجولان وتثبيت احتلاله تتضاعف إذن من خلال مشروع التوربينات المزعوم هذا، ومعها يزداد تأكيد الجولانيين
أنهم سيخوضون المعركة شيبا وشبابا، وكلهم ثقة بأنفسهم وبقدرتهم على إفشال هذا المخطط مثلما أفشلوا المخططات الاستعمارية التهويدية السابقة. ما لبثت المواجهة بين أبناء الجولان العربية السورية المحتل وقوات الاحتلال الصهيوني أن انتقلت مع ساعات الظهيرة إلى قرية مسعد المحتلة. قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من أبناء الجولان واستخدمت الرصاص الحي في المواجهات لم تتمكن من ثني السوريين عن محاولة تحرير أبنائهم الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال أثناء تصديهم لمشروع التوربينات الهوائية. ووصلت تعزيزات إسرائيلية إلى القرية منعت وصول سيارة الإسعاف إلى نقاط التظاهر، فيما كانت طائرة مسيرة إسرائيلية تطلق وابلا من قنابل الغاز فوق رؤوس المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالة اختناق، فيما حاول الأهالي فتح منافذ لإخراج المصابين عبر السياج في ظل منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول. ومن طرف الأسلاك الشائكة لجهة القنيطرة المحررة، نفذ السوريون وقفات احتجاجية تضامنا مع أهلنا في الجولان المحتل في مواجهة الوحشية الإسرائيلية ومحاولة تهجيرهم من أرضهم المحتلة. نتحدث في هذا اليوم عن المواقف والوقفات المشرفة للأهل الصامدين الشرفاء في الجولان العربي السوري المحتل. نتحدث عن أسمى معاني الرجولة والبطولة والامتناع، عن أسمى معاني الصمود ووقفات العز، عن أسمى معاني الانتماء والتمسك بهذه الأرض الطاهرة، الأرض العربية السورية. ها هم الأهل في الجولان يعلنونها دائما وأبدا أنهم أبناء هذا الوطن، لا يرضون أبدا بديلا عن الهوية الوطنية السورية، ولا يرضون أبدا أن يدنس تراب هذه الأرض الطاهرة بأعداء الوطن وأعداء الإنسانية. جئنا إلى جانب زملائنا في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع القنيطرة لنشارك في هذه الوقفة التضامنية دعما لصمود إخوتنا في الجولان السوري المحتل. الجولان السوري المحتل لا يقل أهمية عن فلسطين، هي وفلسطين كوجهان لعملة واحدة. نقف اليوم في هذه الوقفة التضامنية جنبا إلى جنب مع أهلنا في الجولان الغالي الحبيب، الجولان الغالي على قلوبنا. أهلنا في الجولان يعانون الأمرين من هذا الاحتلال الغاصب، من هذا المحتل الذي يعمل المستحيل كي يشرد هذه الناس عن أرضها. هذا المشروع الخبيث الذي سيقوم على أرض الجولان، هذا الموضوع لا يمكن أن يمر مهما طال الزمن. احنا اليوم نقف في وقفة تضامن، وقفة عز مع أهلنا بجولان المحتل، أهل الكرامة، أهل المروة، أهل العزة، أصحاب الأرض، أهلنا بجولان اللي رفضوا الهوية. نحن اليوم نقف معهم ومنساندهم ومنقول لهم نحن معاكم، وإن شاء الله التحرير عن قريب بهمة جيشنا وبهمة قائدنا. جئنا اليوم لنوقف وقفة تضامنية مع أهلنا بالجولان المحتل اللي وقفوا وقفة بطولية أمام قطرسة العدو الصهيوني. أهلنا بالجولان نحن معكم دوما، والنصر حليفكم إن شاء الله. جينا اليوم وقفة تضامنية مع أخواننا بالجولان المحتل الذي العدو الصهيوني بلش بده يركب المراوح وبده يعطيهم الهوية، واستنكار لتركيب المراوح والهويات وعدم قبول بالاحتلال الصهيوني لجولاننا المحتل. أكد البيان الختامي لمحادثات أستانا الالتزام الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود النشطة لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، مع أهمية دفع هذه العملية على أساس حسن النية وحسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب. ورفض البيان الختامي لمحادثات أستانا جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الأرض، بما في ذلك المبادرات غير القانونية بشأن الحكم الذاتي بحجة مكافحة الإرهاب. الدول الضامنة تجدد التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. الدول الضامنة تجدد التصميم على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
الدول الضامنة تدين أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سوريا، وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري. الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها. نؤكد على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا على أساس حسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب. على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية زيادة المساعدات في جميع أنحاء سوريا وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر. وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم على هامش مشاركته في الاجتماع الدولي العشرين حول سوريا بصيغة أستانا، جدد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان التأكيد على أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقات طبيعية بين دولتين تحتل إحداهما أراضي الأخرى، مشيرا إلى أن إعادة العلاقة بين سوريا وتركيا إلى طبيعتها تتطلب التزام تركيا بتفاهمات أستانا، خاصة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها والإقرار بسحب قواتها من الأراضي السورية وفق جدول زمني واضح ومحدد والبدء بتنفيذ هذا الانسحاب فعلا. في علم العلاقات الدولية لا يمكن أن يكون هناك علاقات عادية بين دولة ودولة أخرى وإحدى هاتين الدولتين تحت الأراضي الدولة الأخرى، لذلك هناك متطلبات هي على صعيد العلاقات الدولية والقانون الدولي. متطلبات بالنسبة لنا في سوريا هي ثوابت وطنية غير قابلة للمساومة، غير قابلة للتفاوض، الانسحاب الكامل وغير المشروط من أراضي الجمهورية العربية السورية هو المدخل الأساس لأي علاقات عادية مع تركيا، غير ذلك نكون نتحدث عن أوهام. لذلك هذا الشيء يجب أن يكون واضحا للجميع، هذا الموضوع غير قابل للمساومة. ومع ما سبق، صعد الاحتلال التركي من هجماته على ريف الحسكة مستهدفا قيادات ما يسمى الإدارة الذاتية وسط توقعات بخوضه لحرب استنزاف عبر المسيرات ضد ميليشيا قسد في محاولة لتفكيكها وتصفية قياداتها. قصف مدفعي وصاروخي على قرى وبلدات بريف أبو رأسين وتلتمر بريف الحسكة الغربي وآخر بالمسيرات على ريف القامشل الشرقي ضمن دائرة التصعيد للاحتلال التركي التي تتوسع يوما بعد آخر. ومع عدم توافر أي معطيات ميدانية عن أي هجوم بري وشيك لقوات الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة لها على مدن وبلدات الشمال السوري، تتضح استراتيجية الاحتلال التركي في اللجوء إلى استخدام الطيران المسير للتضييق على قيادات ما يسمى الإدارة الذاتية وقسد. آخر ضحايا طيران الاحتلال المسير قياديتين فيما يسمى مقاطعة القامشلي باستهداف تم على طريق تل شعير بياندور بريف القامشلي الشرقي رغم محدودية حركتهم بعد تعميم يمنع التحرك بالآليات إلا للضرورة القصوى. إذن الاحتلال التركي اختار طريق التصعيد الميداني ضد قسد للتأكيد على أنه ماض في ملاحقتها واستمرار انتهاك الأراضي السورية، تزامنا مع محاولات التقارب مع دمشق في وقت يبدو الموقف السوري الرسمي واضح ألا تقارب ولا استعادة للعلاقات الطبيعية دون إقرار تركي بالانسحاب الكامل من المناطق التي يحتلها في الشمال كمدخل لحل كل القضايا الخلافية الأخرى، وفق تصريحات معاون وزير الخارجية أيمن سوسان. ومع انتهاء الجولة العشرين من اجتماعات أستانا، أبقى بيانها الختامي الباب مفتوحا لفتح شرايين جديدة لتسليك ترميم العلاقات السورية التركية مستقبلا من خلال التأكيد على أهمية مواصلة الحوار بين البلدين على أساس حسن النية وحسن الجوار، والذي لا تراه سوريا إلا بانسحاب الجارة من كل بقعة تحتلها بشكل غير شرعي ووقف كل انتهاكاتها على عموم جغرافيا البلاد. أيهم مرعي لقناة سما، محافظة الحسكة.
وفي الملف الميداني، دك الجيش العربي السوري معاقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في ريف حلب الغربي وفي جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة خفض التصعيد، وتمكن من قتل وجرح عشرات الإرهابيين ردا على استهداف همل وحداته، في وقت وجه سلاح الجو الروسي ضربات موجعة في محيط مدينة إدلب استهدفت متزعمين من التنظيم. وبدا ان شن المقاتلات الروسيه ضربات تستهدف النصره مع بدء اعمال استانا فيها دلالات بارزه وواضحه على الاصرار الروسي لمكافحه التنظيم والقضاء عليه، تاكيدا على الموقف السوري الداعي الى محاربه التنظيمات الارهابيه في ادلب كالنصره وغيرها، وعدم اغفالها في تصنيف الجماعات الارهابيه لدى الجانب التركي المشارك في الاجتماعات. ومن جنوب إدلب، ذكر مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة قصفت تجمعات إرهابي ما يسمى غرفة عملية الفتح المبين التي تقودها هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية للنصرة في محيط بلدات سفوهن والفطيرة والرويحة والبارة وكفر عويد بجبل الزاوية، وذلك ردا على مصادر النيران التي استهدفت نقاطها في المنطقة. وأكد المصدر أن وحدات الجيش تمكنت من قتل وجرح عشرات الإرهابيين من الفتح المبين خصوصا بالقرب من البهرة، حيث دمرت أحد تحصيناتهم بالكامل بالقذائف الصاروخية والمدفعية، عدا تدمير دشم مدفعية ودبابة وعربتي نقل وعتاد عسكري آخر بحوزة الإرهابيين. أما في ريف حلب الغربي فحققت رميات الجيش المدفعية إصابات محققة في صفوف إرهابي النصرة المتحصنين في معاقل لهم بجوار بلدتي كفر عمة والقصر غربي حلب التي تستخدم في قصف وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة خصوصا في الفوج 46 وأرم الكبرى والشيخ أحمد ومزناز. قالت مراسلة قناة سما في محافظة حمص إنه للاستفادة من مزايا مرسوم العفو ولتقديم كل التسهيلات للراغبين بتسوية أوضاعهم، يستمر مركز التسوية بمقر مجلس مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالية باستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من مختلف مناطق تلبيسة والقرى المجاورة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعودتهم لحياتهم الطبيعية. طبعا اليوم الثاني للتسوية، امبارح كان الإقبال جيد، نأمل كافة الشباب إجراء التسوية واستغلال مكرمة السيد الرئيس من أجل عودتهم إلى الحياة الطبيعية، وبنصح كل فرار يجي يسلم نفسه يرجع على خدمة العسكرية خدمة الوطن، والله يخلينا سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد والله يطولنا في عمره. أنا هون مركز تلبيسي عم بعمل تسوية مشان نستفيد من المرسوم الرئاسي، بنصح كل الشباب المطلوبين أو عليهم شيء يجي يعمل تسوية. احنا جينا على مركز تسوية بمدينة تلبيسي لنعمل تسوية ونسوي أوضاعنا ولنرجع لحد الوطن، وبندعي جميع القرى المجاورة بالتوجه إلى مدينة تلبيسي لمركز التسوية لتسوية أوضاعهم. أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية. من جانب ثاني، تولي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفيا عاديا صحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والبادية، ويكون معتدلا ليلا مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحا، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتر في الساعة بعد الظهر والمساء تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج. أعلن مصرف سوريا المركزي عن وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية إصدار عام 1444 هجري 2023 ميلادي في التداول، تحمل التصميم المتداول حاليا ذاته مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجودة على الوجه الأمامي للورقة النقدية. وأوضح المركزي في بيان أنه تمت الاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5000 بما يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة النقدية، كما تم الاحتفاظ بباقي المواصفات الأمنية دون تعديل.
كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانات عن الاستيراد والتصدير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي اشتدت أكثر بعد العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري، فما وضع ميزانها التجاري؟ تعتمد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال التصدير على مبدأ الإتاحة عموماً، مع إمكانية التقييد المرحلي والمحدد زمنياً لبعض أنواع الصادرات في حالات عدم كفاية الحاجة المحلية من المادة المراد تصديرها، مع مراعاة تخفيف الضرر للفعالية الاقتصادية المنتجة للمادة المصدرة إلى أقصى درجة ممكنة. وبالتالي فإن سلة المواد المصدرة تعتبر سلة واسعة من منتجات زراعية وغذائية نباتية وحيوانية ومنتجات صناعات تحويلية ومواد أولية جيولوجية. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بيّنت سياستها في مجال الاستيراد أنها تعتمد على تلبية احتياجات الدولة من المستوردات الضرورية للنشاط الاقتصادي والاستهلاكي والإنتاجي، مع الحفاظ على توازن مقبول للميزان التجاري بالعمل وفق سياسة عنوانها الترشيد، معتمدة في ذلك على المبادئ التالية: منع استيراد المواد الكمالية والحد ما أمكن من استيراد المواد والسلع المصنعة محلياً إلا في حال عدم كفايتها، إضافة إلى توفير المتطلبات الأساسية للإنتاج الصناعي والزراعي وتأمين المواد الغذائية والدوائية الضرورية لحياة المواطن في ظل ظروف الحرب. وقائمة المواد المسموح باستيرادها وفق الآلية المقررة تقتصر على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المحفزة، تدعيم الصادرات والمواد الأساسية للمواطن من منطلق الترشيد لتخفيف فاتورة المستوردات وتحاشي الضغط على موجودات القطع الأجنبي. أما البلدان المستهدفة بالاستيراد والتصدير فإن إتاحة التصدير بشكل عام تستهدف كل الأسواق من خلال تشجيع الصادرات والترويج لها عبر المعارض الداخلية والخارجية وتحفيزها أيًا كان البلد من خلال برامج دعم المصدرين. حجم التبادل التجاري بين سوريا والعالم الخارجي ووضع الميزان التجاري متعلقان باعتبارات متعددة، أساسها الرئيس القدرة على الإنتاج وترميم البنى التحتية الاقتصادية والتشغيل بالطاقات القصوى، ولا سيما مع وصول الصادرات السورية في عام 2022 إلى ما يفوق 100 دولة. لكن لا بد من الإشارة إلى تحسن العجز التجاري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها عصام الطباع أن وضع المياه أفضل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبين الطباع أن إنتاج نبع الفيجة من المياه 5.5 متر مكعب في الثانية، لذلك تم اللجوء إلى التقنين، موضحا أنه تم إدخال مصادر جديدة للضخ كنبع بردة وبعض محطات الضخ في المدينة، وكلما كانت هناك حاجة يتم إدخال مصادر أخرى، ومن ثم من المتوقع أن تزداد ساعة التقنين في حال كانت هناك حاجة لذلك. في محافظة حمص نفذ مجلس المدينة العديد من المشاريع الخدمية في النصف الأول من العام، فيما يستمر بالوقت ذاته بتنفيذ مشاريع أخرى بالإضافة إلى مشاريع جديدة سوف يبدأ تنفيذها خلال الفترة القريبة المقبلة. مشاريع انتهت ومشاريع قيد التنفيذ لعام 2023 هو ما نفذه مجلس مدينة حمص خلال النصف الأول من العام. عمليات ترحيل الأنقاض وتزفيت الطرقات وغيرها مما هو مخطط له تم العمل عليه بشكل كامل، بالإضافة إلى مشاريع ستبدأ في الفترة القادمة لتحسين ساحة الساعة القديمة وبعض الأحياء المدمرة. عندنا مشاريع مثل كل سنة هي مشاريع الصيانات، عندنا ورشة المدينة اللي عم تشتغل بترميم الحفريات صار ضمن المدينة خلال الفترة السابقة، بالإضافة عنا هلأ نحن صدقنا عقود أشغال بحدود 1.5 مليار، وفي إجانة المستقلة بحدود كمان 1.5 مليار كمان لتأهيل مناطق ضاحية الباسل وطريق زيدان. طبعا نحن هلأ كلهم قيد التصديق وسيتم مباشرة قريبا. عمليات تحسين مداخل المدينة هو من أولويات مدينة حمص، فتم التعاون بين مجلس المدينة والمديريات المعنية لتحسين المداخل بالإنارة وإعادة تأهيل الدوارات وغيرها. نحن كمديرية حدائق عم نكون بقلب التربية بواسطة الجرار وتكريم الأشجار والشجيرات وإزالة الأعشاب المنصفات والأرصفة على طريق حمص.
بلشنا من عند وارد وير، بلشنا قسم عم ينظف المنصفات وعم يقص الأعشاب، وقسم عم يشتغل على الرافعة وعمال القص والترحيب. عمل منظم لمجلس مدينة حمص وأهمها تجميل المدينة بخبرات مشاريع التخرج لطلاب الجامعات والاستفادة من المواهب الشابة. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص. تعمل شركة الوليد للغزل والنسيج في حمص على تخفيض الإنتاج بما يتناسب مع كمية الأقطان المتوفرة، ريثما يتم تأمين أقطان إضافية، وذلك بتوجيه من وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للصناعة النسيجية. وفي هذا السياق تمت زيادة عدد الآلات في المعمل الأول ووضعها بالخدمة بعد توقف طويل ما ساعد في زيادة الطاقة الإنتاجية. إلى ذلك ازداد حجم الإنتاج في الشركة خلال هذا العام بنسبة تقدر بنحو 30% مع ازدياد المبيعات بنسبة تتجاوز 50%. شهدت أسواق المواشي في دير الزور ركودا في الحركة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطنين على الشراء نتيجة الظروف المعيشية الصعبة. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك شهدت أسواق المواشي بدير الزور ركوداً غير مسبوق، وذلك بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وعدم قدرة الأهالي شراء الأضاحي هذا العام نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها. قال السوق يعني معاك الضحية الزينة من 1.5 مليون للمليونين بالنسبة للغنم، أما بالنسبة للشباش يعني تقدر تقول من 3 لـ4 مليون. السوق والله يعني حركة ما هي زيادة، اليوم السبت الحركة ما هي زيادة، فهمت علي؟ والسعر والله غالية، يعني معاك من 1 مليون للـ1 مليون فوق 1 مليون الضحية. السنة الماضية كانت حيل دنية، السنة ماشي الحال، السنة الماضية 400 500، عجل السنة 1 مليون وما فوق. 1 مليون 1 مليون ما باع العام، ينعجى حقها 400 500، الشبش حقه العام 400 500، اليوم من 1 مليون للـ4. الظروف الاقتصادية التي تمر بها عموم سوريا وفرت بيئة مناسبة في ارتفاع أسعار المواشي، حيث أغلب الأسر لن تستطيع أن تؤدم عليها من فريضة الأضحية لأن الأسعار كانت مقبولة نوعا ما سابقا، أما اليوم فبات الموضوع يحتاج لعملية حسابية طويلة. أنا متاع تطلع برا، أنا من سوريا تطلع برا، برات سورية ما ظل ضمن قطرها وضمن محافظتها وضمن شعبها، جاءت تهرب برا. تبع الرأس السنة الماضية ارتفع شيء 500 600 ألف. الأسعار الضحايا غالية مرتفعة، الخروف العام الماضي 25 اليوم قائم 50، عرفت شلون؟ يعني وصل كيلو الخروف بين 80 و90. الضحايا العام الماضي مثل هاي نأخذها بـ3.5 ملايين، السنة هاي يعني تنباع للـ9، يعني فرق ضعفين أو 3. بالنسبة للحم ما يوفي، اللحم النظيف ما يوفي بكل هالأسعار هاي، السبب لأنه غلا. غلى 3 أضعاف، 3 أضعاف عن العام. أنا قالي والله العظيم أكثر العالم هذولا ما يقدرون يشترون 0.5 كيلو لحمة، 0.5 كيلو، شنو ربع كيلو ما يقدرون، غير يدورون على الفاضي. ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى توفر المراعي الطبيعية من جهة، وعدم السماح بذبح إناث العواس من جهة ثانية. إن أسعار اللحوم في دير الزور تختلف عن باقي المحافظات الأخرى، كون دير الزور تعتمد على ثروتها الحيوانية، وغالبية الفلاحين يعتمدون على تربية الأغنام والأبقار وخاصة في أرياف المحافظة. أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة عمليات صرف ثمن بذار الشعير المستلمة الحقول الإكثارية للموسم الحالي، وتم صرف مبلغ 9.5 مليار ليلة للفلاحين الموردين بذار الشعير لفرع المؤسسة عن طريق المصارف الزراعية بالمحافظة. مدير الفرع لؤي الحصري أشار إلى أن الكميات النهائية المستلمة من الحقول الإكثارية بلغت 2861 طنا من إجمالي الخطة المقررة والبالغة 3000 طن، موضحا أن الفرع يواصل عمليات استلام بذار القمح من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الحالي، وإلى أنه تم تخصيص مبلغ 49 مليار ليرة كدفعة أولى ثمنا لبذار القمح، وتتضمن خطة الموسم الحالي إنتاج نحو 24 ألف طن بذار قمح من الحقول الإكثارية. في ريف الرقة المحرر من الإرهاب، أصحاب الهمم يتقدمون للامتحانات متحدين جميع ظروف الإعاقة وحواجز الإرهاب
لمنعهم من الوصول إلى المراكز لتقديم امتحاناتهم وسط تقديم كافة التسهيلات لهم من قبل مديرية التربية في المحافظة. كفيفوا النظر، ولكن قلوبهم مبصرة وعقولهم مدركة أن السبيل للحياة هو العلم. لم تمنعهم إعاقتهم من تحقيق أهدافهم، ومن لم يسر على قدميه اعتلى كرسيه ليذهب نحو هدفه مصطحبا معه قلما يخط به مستقبله في المركز الامتحاني الصحي المحدد لذوي الهمم في ريف الرق المحرر من الإرهاب، متحدين جميع محاولات الإرهابيين منعهم الوصول لتقديم امتحاناتهم. الآن نحن في المركز الصحي، أصحاب الهمم يتابعون امتحاناتهم بكل جد وعزيمة وأصرار، محملين إن شاء الله التفوق وتحقيق ما يصبون إليه. أبناءنا من ذوي الهمم رغم احتياجاتهم إلا أنهم أصروا أن يأتوا، ومعظم هؤلاء الطلاب قادمين من المناطق الساخنة لم تمنحهم الظروف القاسية وطول المسافة من الوصول إلى ريف الرق المحرر لتقديم امتحاناتهم، وذلك لتحقيق أملهم بالنجاح والتفوق. احنا هنا طبعا الحمد لله همتنا عالية كما همة الطلاب، نجي بكير نساعدهم اللي بده نطلع على الدرج، اللي بده بعد ما يخلص كمان نفس الوضع أيضا نزلوا عن الدرج وندخله محل ما يقعد الطالب ونأمن له جو هادي. لم تكن الإعاقة التي يعانيها أصحاب الهمم سواء كانت سمعية أو بصرية أو جسدية إلا نقطة انطلاق اتخذوها لتكون بداية طريق نحو النجاح، واضعين نصب أعينهم أهدافهم ساعين لتحقيقها ليكونوا بذلك أشخاصا فاعلين بمجتمعهم لا عبئا عليه. جيت على المركز الصحي أتقدم بالكالوريا وعلى المركز الصحي لأنه معي إعاقة ونقص نظر ورأى وقدمت والأمور زينة بالمركز. أنا أتيت إلى هنا لكي أتعلم، عندي ثانوية سجلت وجيت لهون على المركز، هون يعني رغبونا وفرونا مركز صحي أنا وزملائي، يعني شجعونا الروح المعنوية للدراسة. طبعا أتشكر مديرية التربية بالرقة أنها أمنت هذا الجو المناسب للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني حتى الأشخاص اللي ما عندهم قدرة أنهم يكتبون جابوا لهم أساتذة مشان يكتبوا لهم ويساعدوهم. طبعا هذا الشيء راح يكون أمل كبير لكل أشخاص من ذوي الإعاقة أنه يحققون أحلامهم، أنه ما يظل عندهم خوف. لم تكن دلال ومحمد وأحمد وحدهم من تحدوا ظروفهم الصحية والعوائق التي وضعها الإرهاب أمامهم لمنعهم من الوصول إلى مقاعدهم لتقديم امتحاناتهم، بل هناك الكثير من يخطون ذات الخطوات على كامل أرض البلاد، ومنهم من ينتظر فرصته ليكون ناجحا ضمن مجتمعه. بهذا نكون وصلنا إلى ختام نشرتنا، دمتم بخير.